السلام عليكم. كان تواجد بشارع القاضي التازي والمشكل ديال المياه اللي تقطع على الساكنه ديال الساعده بدون سابق انذار كما كتشوفوا بالصوره. معنا احد المواطنين. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح لنا المشكل. انت من الساكنه ديال الساعده؟ تمام. انا اخي العزيز فقنا الصباح باش نغسلوا ونغسلوا الدراري وندوشوا وهذا، جينا لقينا الماء ما كاينش. السيكتور تقريبا ديال الحسنيه والسعاده ما فيهاش الماء. ومني جيت هنايا لقيت بان قال لك هاد لي طرافو اللي دايرين هنا فرقعوا قادوس هكاك، جات القروه فرقعت القادوس ديال الماء. ومني قلنا لهم يمشى غادي يتصلحوا قال لك باقيين ما عارفينش يمشى غادي يتصاوب هاد الشيء، يعني مشاتوا اليوم الجامعه، بغينا غير باش نعوموا نمشوا للجامع ان شاء الله مطهرين. هذا ها انتم شوفوا دابا المشاكل اللي دايرين لنا المهندسين لي زانجينيور ديال ليديك اللي من المفروض يعرفوا ان المساله. هنا راه كاين واحد كاينه العشوائيه خدامه، كاينه العشوائيه هي اللي خدامه. ضرب قهرس دقدق صح هادشي اللي كاين بدون شي ماء على ما كاعتقد. ما كاينش انت كيفاش ما يعرفوش هنا ما كاينش قادوس ديال الماء. تماما يا اخي. ونزيدك حاجه اخرى، بالليل ما كاينش الضوء، قاطعين علينا الضوء من هنايا. هاد السيكتور ديال الشارقه دي تازي اللي شاد شحال من كيلومتر ما فيش الضوء، ما تقدرش كاع تدوز من بالليل من هنايا. والماء زادونا المشكل هو الماء، المصاريع على الشرب عندنا دابا من الصباح، من 6 ونص الصباح ما كاينش عندنا الماء اللي دابا 11 ونص تاع النهار. وملي عطيني سولناهم قالوا لك محال واش كاع تطلق حتى ديك 3 ولا 4. دابا كما كنشوفوا دابا كما كنشوفوا دابا بالصوره يلا اصلاح المياه كتجري بدون المياه صالحه للشرب، ها هي مفرقعه من الصباح وهي تدوز. اذا رساله للمسؤولين والقيمين بالمجلس البلدي المعنيين بشركه ليديك المفوضين لهم الشان ديال تدبير المياه والكهرباء، اش تقول لهم؟ يجي يديروا كونترول، يجيبوا الناس اللي في المستوى اللي توقف على شغلها، ماشي غير عطي قروه لاي واحد ولا غير عطي هذا وكي تقولي هرس وصوب ودير. تيجيو الناس المسؤولين اللي جا انجينيور يوقفوا على شغلهم، ما كاين حتى شي انجينيور واقف هنايا، حتى شي واحد ما واقف هنايا، مخلي لهم ديك يديروا ما بغا. شحال المده دابا هاد المياه هادي كدير؟ قال لك راه من 6 منين بداو؟ مع 7 الصباح. من يلاه بداو من 7 الصباح، دابا راه 11 ونص الليل، 11 ونص النهار. شكرا. بجميلة سيدي بارك الله فيك. ندوز شو ما غادي. ما علموا ما والو. لا 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 ما عندو وقتنا الضو ما كاينش بالليل. والله ما كاين. ما تقدرش تدوز هنا. القاعدة كلها ما عندهاش الضو دابا الا من هنا. دابا ديرو تبديرو ما كاينش البارح حنا خارجين ما كاينش ما كاينش ما Thank you.